بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وللأبد أمين. ونحن نحتفل بعيد الميلاد المجيد ونسعد في بداية كل عام بهذه المشاركة الواسعة لكل أحبائنا ولكل الوطن مصر، أن الله عندما خلق الإنسان خلقه في البدء بعد أن أعد له الخليقة، فأوجد في الخليقة كل مكونات الحياة من نور ونهار وليل وشمس وقمر ونجوم، ومن مصادر الطاقة ومن المياه والنباتات والأشجار والحيوانات، الطيور والزواحف وكل الحيوانات. بعد أن أعد هذه المسكونة وهذه الخليقة سلمها لآدم وجعله كأنه ملك متوج على مملكة، وبدأت الحياة الإنسانية على الأرض، ولكنها بدأت بالخطية، الخطية التي كسرت الوصية الإلهية. وعاش آدم في هذه الخطية هو وبنيه، وصارت الخطية تتوزع وتنتشر وتنمو وتتكاثر مع تكاثر البشر، وانتشرت الصفات الرديئة والخطايا، وامتدت إلى الجرائم وإلى كل أشكال الحياة الترابية، وصار الإنسان بئر من الرغبات، وصار الإنسان في امتداده شرقا وغربا يعيش في خطايا كثيرة ولا يسعد بشيء أبدا. ومع انتشار البشر انتشرت بعض الفضائل كفضائل المحبة بين بعض البشر، كفضائل التعاون، كفضائل مساعدة الغير بين بعض البشر. ولكن كانت الخطية أيضا تنمو في ذات الوقت، وتكون عند الإنسان رصيد من الفضائل والمبادئ والقيم والأخلاق، والإنسان الذي هو قمة الكائنات الحية صاحب الحضارة عاش وله رصيد كبير من هذه الفضائل. وبقينا نقول إن الإنسان ده إنسان ده مثقف، ده حضاري، ده يحمل تاريخ، عنده حضارة، عنده تراث، يتعامل على مستوى إنساني، ولكن هيهات. صار في البشر أيضا الشر يتزايد، وضاعت من الإنسان إحدى الفضائل الهامة جدا، وهي التي أريد أن أحدثكم عليها في هذه الليلة. هذه الفضيلة يمكن أن نسميها فضيلة التطلع إلى السماء. صار الإنسان كل أحلامه واشتياقاته ورغباته كلها في الأرض، ولم يعد هناك وقت للسماء. والمدهش يا إخوتي الأحباء أن كل البشر يروا السماء، ولكن يختلف موقفهم تجاه السماء. البعض لا يلتفت للسماء، والبعض يلتجئ إليها أحيانا، والبعض ينساها أو يتناساها، والبعض يتمسك بها، والبعض قلبه مرفوع إليها، والبعض يحتمي بها. فضيلة التطلع للسماء صارت عزيزة في حياة البشر، وصارت قليلة ولا أقول نادرة. فصار الإنسان يعيش في شهواته ورغباته وحياته الأرضية مع أطماعه على المتنوعة،
وصار الإنسان بهذه الصورة يتناسى السماء. في قصة الميلاد نتقابل مع شخصيات وضعت كل حياتها في السماء. أول نموذج القديسة العذراء مريم، هذه الصبية الفقيرة التي كانت صبية في الهيكل، وعندما جاءت لها البشرى أنها ستصير أم للمسيح وكانت عذراء، فوقفت أمام بشارة الملاك ورفعت عينيها نحو السماء وقالت له: هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. عايشة في السماء، مش كده؟ لما جت لها بشارة غريبة وعجيبة ومستحيلة في علم البشر ابتدت تستجيب لها لأنها تتطلع إلى السماء. نموذج آخر في أحداث الميلاد الرعاة. الرعاة كانوا رعاة بسطاء يرعون القطعان حتى في الليل، بيرحلوا من حتة لحتة، وكان زمان الراعي ما يدلوش بطاقة شخصية لأن هو ملوش محل إقامة، عمال يلف من مكان لمكان. هؤلاء الرعاة البسطاء الأمناء كانوا يتطلعون في الليل إلى السماء، فظهر لهم الملاك الذي قال لهم: ها أنا أبشركم بفرح عظيم. وابتدوا يستوضحوا إيه الفرح العظيم ده، وابتدوا يعرفوا المسيح الذي ولد في بيت لحم، وهي قرية صغيرة جدا منسية، قرية صغيرة ولكنها صارت أشهر قرية في العالم بميلاد السيد المسيح فيها. وكلمة لحم ليست كلمة عربية، هي كلمة عبرية تعني الخبز، بيت الخبز. كانوا يتطلعون للسماء وكانت حياتهم بسيطة وأمينة. نموذج ثالث من هؤلاء الذين يتطلعوا إلى السماء هؤلاء المجوس، والمجوس كانوا حكماء من المشرق، وعندما كانوا يطالعون السماء في كل يوم يبحثون عن نجما سيظهر ويعلن لهم أنه سيولد ملك، وعندما وجدوا هذا النجم جمعوا هداياهم وذهبوا من المشارق من نواحي الفرات، نهر الفرات، لغاية أورشليم، ووصلوا إلى هناك وبحثوا عن الصبي والنجم يقودهم. تصور كده، ناس ماشية وعينها في السماء، النجم هو اللي بيقودهم في مشوار كبير، ما كانش فيه بقى الأجهزة الحديثة ولا الطرق المعروفة. ويصلوا إلى بيت لحم ويجدوا الصبي ويقدموا له هذه الهدايا: الذهب واللبان والمر. وطبعا اللي جايين يزوروا طفل صغير إيه اللي يخليهم ياخدوا الهدايا الكبيرة دي، ودي هدايا غالية. الذهب معروف، واللبان هو البخور وهو منتج نباتي، والمر أيضا منتج نباتي وغالي. نموذج آخر من الذين تطلعوا إلى السماء سمعان الشيخ. سمعان الشيخ في بداية حياته كان يعمل مترجما، يترجم من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية. وعندما جاء يترجم عبارة هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا، فلقاها عملية صعبة إنه يترجمها كده، فحب يكتب فتاة، هوذا فتاة. فظهر له ملاك وقال له: اكتب ما هو أمامك وستعيش حتى ترى. وفعلا عاش طويلا جدا إلى أن ولد السيد المسيح، وفي كمال 40 يوما لميلاده حمله سمعان على ذراعيه وقال عبارة مشهورة قوي: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك.
وكان يتطلع رغم شيبته الكبيرة يتطلع إلى السماء دائما. وهكذا أيضا نموذج حنة النبية التي كانت إنسانة تزوجت لمدة 7 سنين ثم عاشت أرملة لمدة 84 سنة. عاشت هذا الترمل وهي تسبح وتصلي ليلا ونهارا وقلبها في السماء. التطلع للسماء. الإنسان ينشغل بالأرض وينشغل بالعنف وينشغل بما يريده وبما يحقق له حياته، وقد يمتد إلى الطمع وقد يلجأ إلى الفساد، كلها على الأرض. ولكن أين اعتبار السماء؟ في كنيستنا نصلي دائما هذه العبارة: كما في السماء كذلك على الأرض. عايزين مجتمع السماء يبقى زي هو المجتمع بتاع الأرض في نقاوته وأمانته إلى آخره. يبقى سؤال أخير يا إخوتي: وما قيمة التطلع للسماء؟ يستفيد إيه الإنسان أنه يرفع قلبه للسماء باستمرار؟ ماذا ينفعه؟ ماذا يحقق له؟ سأذكر لكم عدة فوائد من هذه الفضيلة. عندما تتطلع للسماء أنت تتطلع إلى الله الخالق الذي هو مصدر وجودك ومستقر آخرتك. عندما تتطلع إلى السماء تتطلع إلى الله الذي وهبك الصحة والعمر والعلم والخبرة والموهبة والإمكانية، الذي وهبك هذه المسؤولية التي أنت فيها، هو الذي سمح أن تكون في هذه المسؤولية، سواء هذه المسؤولية كبيرة أم صغيرة. الله الخالق الذي عينه علينا من أول السنة إلى آخرها. الله الذي يرعاك. الله الذي يحفظك. طول ما أنت في السماء ومتطلع للسماء مش هتنسى ربنا أبدا، ولا تنسى إيده التي تعمل. الأمر الآخر الذي يمكن أن تستفيده من التطلع إلى السماء أنك تتطلع إلى النور. النور، لا أقصد النور المادي، الشمس أو الأجرام السماوية، النجوم أو الكواكب، لا أقصد هذا، وإن كان هذا طبعا مفيدا للإنسان، ولكن أقصد النور المعنوي الذي يضيء في قلبك ويجعلك تملك قلبا مستنيرا وفكرا منفتحا. النور الداخلي أحيانا يوصفه بعض الناس ويقولوا عليهم عبارة قاسية، يقول لك فلان ده أعمى القلب، يعني ظلام في قلبه، ما بيشوفش بقلبه. لكن النور الذي يمنحه الله لك هو نور الاستنارة ونور الحكمة ونور المعرفة. عندما تتطلع إلى السماء تستمد هذا النور الإلهي في قلبك، فينطق لسانك بكل حكمة، ويستطيع لسانك أن يزن كل كلمة وكل تصرف. واحد لو قلبه مش منور وقلبه عطلان هيقول أي كلام ويلخبط الدنيا. فائدة ثالثة لمن يتطلع إلى السماء هو يتطلع إلى مجتمع الفرح. الشعوب تبحث عن الرفاهية وعن السعادة، ويبحثون في أسباب كثيرة للسعادة، قد يكون المنصب أو المال أو الجمال أو الإمكانيات أو الغنى أو الشهرة إلى آخره، ولكن تبقى الرفاهية والسعادة الحقيقية هي التي نستمدها من السماء. فكل ما على الأرض الذي يقدم سعادة مآله إلى التراب ومآله إلى النهاية. أما الإنسان الذي يرتبط بالسماء هو يرتبط
بالفرح الدائم. يحكى أن ملك كان غير سعيد، وبقى يبعت للحكماء يقول لهم عايز أعيش في السعادة، دي قصة رمزية. فيجي له واحد حكيم يقول له السعادة في الغنى، يبقى غني وما فيش سعادة. السعادة في المنصب اللي انت فيه، ما فيش سعادة. السعادة في الإمكانيات وتلف في كل حتة، ما فيش سعادة. لغاية ما جاله واحد من الحكماء وقال له السعادة لها قميص، وهذا القميص عند إنسان فقير يعيش في كوخ خارج المدينة. فالملك حب يذهب له، راح له، لا رجل غلبان قاعد في كوخ وفقير جدا وفي هذا الفقر لكنه مبسوط وراضي وسعيد هو وأسرته. فسأله هل أنت سعيد؟ قال له سعيد جدا ومبسوط، أنا مبسوط جدا مش ناقصك حاجة أبدا. قال له طب أنا سمعت إن عندك قميص هو قميص السعادة، أين هو القميص؟ فوقف هذا الرجل وقال له يا جلالة الملك أنا لا أملك قميصا، ليس عندي قميص. أتاري السعادة دي في قلب الإنسان. عندما تتطلع إلى السماء تستمد أسباب فرحك وأسباب سعادتك، وترخص الأرض في عينيك وتنظر إلى السماء التي منها أتيت لأن فيك نسمة حياة وإليها تذهب. عندما تنظر إلى السماء تمتلك طاقة الفرح، ولا تنظر ولا يكون فرحك مرتبط بأي أمور أرضية. السماء أيضا عندما تتطلع إليها تمثل مجتمع السلام الكامل، فليس هناك أي تعب ولا قلق، حتى الوهم أو الأتعاب على اختلافها لا توجد في السماء، ولا يوجد بالضرورة أي عنف، يوجد المجتمع الهادئ الذي تستكين إليه النفس. مجتمع السماء، عندما تتطلع للسماء أنت تستفيد أيضا أنك تصير صديقا لهؤلاء القديسين والصديقين والأبرار والشهداء الذين سبقونا إلى السماء. مجتمع السماء هو المجتمع الفاضل، وعندما تصير لك أصدقاء في السماء تتمتع بغنى، وتصير إنسانا تحقق إنسانيتك. فاعلموا يا إخوتي الأحباء أن فضيلة التطلع للسماء هي التي تحقق إنسانية الإنسان. فالإنسان خلق لكي ما يكون له نصيب في السماء، حتى أن القديس بولس الرسول يقول لي اشتهاء أن أنطلق، فجعل حنينه إلى السماء بمثابة شهوة أو بمثابة رغبة. كما قلت أننا نصلي دائما ونقول كما في السماء كذلك على الأرض، نحن نصلي أن تكون بلادنا صورة من السماء، ونصلي في حياتنا أن ينعم الله علينا دائما بسلام وهدوء وفرح، وأن يعطينا دائما هذه الفضيلة في حياتنا، أن لا نرتبط فقط بالأرض ولكن نتطلع إلى السماء ونستمد منها حياتنا ونستمد منها كل فرح. إننا نكرر شكرنا للسيد الرئيس ولكل المسؤولين وكل القيادات في بلادنا المحبوبة مصر، ونصلي من أجل بلادنا أن يحفظها وأن يعطيها النمو، ونحن نثق تماما أن مصر ستنمو وسيتحسن فيها كل وضع. وإن كنا نعاني من بعض المشكلات، ولكن هذه المشكلات مآلها إلى الحل وإلى النهاية لتنعم بلادنا دايما
بالاستقرار وبالسلام وبالمحبة وبالأخوة، وتنعم بلادنا بالحياة الكاملة التي نرضاها لبلادنا. نصلي من أجل السلام في كل مناطق الصراع، في مناطق الشرق الأوسط، في تلك البلدان والدول المحبوبة لدينا، أن يعطي الله حكمة وأن يعطيهم السلام. ونصلي أن تكون حياتنا هادئة متطلعين إلى السماء دائما. وأشكركم كثيرا لحضوركم، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.